السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي معايا في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي طلبوا مني بعض الأخوات اللي عندهم مشكل ديال المسام واسعة، يعني هذه الوصفة تاع اليوم هي كتساعد في غلق المسام بالنسبة لي عندها هذا المشكل هذا. قبل ما نبداو هذه الحلقة تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناة جربوكم لأول مرة، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناة ويضغطوا على الزر الأحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بأمر. رجعوا أخواتي، ولا كانت قناتكم جربوا حكم كتستحق التشجيعات ديالكم، فما تبخلوش علينا بالتشجيعات والدعم، جزاكم الله خير. وكنشكر كاع الناس اللي كيدعموني وكيشجعوني. بالنسبه لهذه الحلقه تاع اليوم، فالاخوات اللي طلبوها فهي بالنسبه للحلقه كنوجهها للناس اللي بغاو يستافدوا منها. بالنسبه لهذه الطريقه هذه سهله وبسيطه وما غاديش تكلفك الشيء الكثير، يعني كاعنا تنتوفروا على الثلج في البيوت تاعنا، يعني كيف ما كتشوفوا قطع ديال الثلج، فهي كاع ما كاينش شي منزل ما فيش يعني المبرد، كاع كنتوفروا على قطع ديال الثلج في البيت ديالنا. هذه اسهل طريقه وابسط طريقه كيف ما قلتوا لي اخواتي، ما يعني ما تكونش طريقه مكلفه اللي عندها هذا المشكل. بالنسبه قبل ما نبداو الوصفه تاع اليوم او الطريقه تاع اليوم، بالنسبه اللي عندها هذا المشكل تحاول ما تعرضش بزاف للاشعه ديال الشمس، وتحاول انها تكون البشره تاعها دائما ما تكونش جافه، يعني تشرب الماء بقطره وما تغسلش بمنظفات اللي كاين يجففوا البشره ديالنا. وايضا من الاسباب ديال هاد المسام اللي كتكون واسعه تكون الاسباب ديال الشيخوخه ولا اسباب وراثيه، ولا كانت عندها البشره ديالها دهنيه يعني كطرح زيوت زائده، خصوصا اذا كانت البشره دهنيه. بالنسبه للطريقه قبل ما نطول عليكم اخواتي، بالنسبه اللي عندها هاد المشكل هذا ديال المسام واسعين في الوجه ديالها، اوكي يعني كيمتنؤوا ليها بزاف فاش كي يعني كتكون عندنا تنتعرضوا لأشعة الشمس بزاف، كتوسع لينا هاد المسام وكتعمر لينا بأشياء اللي كتخلي يعني كتخلي لينا دوك المسام باينين، يعني كيوليو باينين فاش كيعمرو تيعمرو بالدهنيات وكيعمرو بأشياء زائدة، كيبانوا لينا دوك المسام واسعين في الوجه، يعني كيضايقوا بزاف ديال الأخوات. بالنسبة لهاد الوصفة اللي طلبتو مني، هاد الطريقة سهلة وبسيطة، سهلة وبسيطة، ولكن دائما خصك تشربي الماء بزاف، وتحاولي انك ما تغسليش وجهك بزاف ديال المرات باش ما تجففش، باش ما تكونش البشره جافه عندك، تحاولي تغسليها جوج مرات. وايضا تبعدي من الاشياء اللي كتقوم بتجفيف البشره، يعني ما ديريش الحوايج اللي كتجفف لك البشره ديالك. بالنسبه للطريقه ناخذ قطع ديال الثلج، وكاين حتى الطريقه اخرى اللي ما عندهاش، اللي بغات دير ماء الورد، يعني ديرو في هذه تاع اللي كدير لنا مكعبات، دير تعمر ديك المكعبات بماء الورد ودير هاد الوصفه الطريقه هذه بماء الورد، فزوينه بزاف بزاف. ناخذ واحد القطعه ديال الثوب، قطعه ديال الثوب تكون نقيه نظيفه، ونديرو فيها هاد المكعبات ديالنا تاع الثلج، نديرو ثلاثه حتى اربعه كيف ما كتشاهدوا، ونقوموا بالتمرير ديالها على البشره، نسدو عليها بحال هكا ونديروها ككمادات للبشره ديالنا بحال هكا، ونمروها على البشره ديالنا كيف ما كتشاهدوا، ونديروا هاد القطعه هذه ونبقاو ندلكوا بها البشره ديالنا واحد ثلاثه، من ثلاثه حتى ل 15 ثانيه، من 15 ثانيه عفوا حتى ل 30 ثانيه، نبقاو ندوزوها على الوجه ديالنا ونكرروا هاد الطريقه هذه حتى تتسد لينا دوك المسام ديال الوجه، نكررو عدة مرات في اليوم، نقدرو نديروها حتى ثلاثة مرات حتى تتبان ليا ديك المسام ديالي راه تغلقو، ونتوقف. وأيضا كيف ما قلت لك دائما تهلاي في البشرة ديالك، يعني ما تعرضيش الأشعة ديال الشمس بزاف، وديري لك يعني ديري واقي ديال الشمس، وأيضا تشربي الماء بزاف. كاع الطريقة هذه كتحميني أنا المسام ديالي ما يبانوش في الوجه واسعين، وما يعمروش ليا بالبكتيريا والميكروبات. فالطريقة ديال الثلج في الكمادات فهي رائعة. كيف ما كتشاهدوا اخواتي، نديرها كيف ما قلت لك ثلاثه حتى اربعه المرات في النهار، ما خسرت والو. والا بغيت انني ندير كمادات ديال ماء الورد، ندير كمادات ديال ماء الورد تزوينين حتى هما فاش غنوليو عندي مكعبات بحال هكا، ناخذ منهم واحد ثلاثه ونبدا نديرهم في الوجه ديالي، ونحمي راسي من الشمس وندير واقي ديال الشمس. وايضا ما نديرش يعني شي حاجه اللي شي حاجه اللي تخلي المسام عامرين وباينين، يعني ما نعرضش نفسي الاشعه ديال الشمس، ونحاول نتهلا في البشره ديالي، يعني نتهلا فيها مزيان. نتمنى اخواتي تجربوا الطريقه ديال الثلج باش تسدوا المسام ديال الوجه ديالكم، ابسط طريقه
واسهل طريقه اللي طلبتو مني اخواتي. نتمنى الا كانت هذه الحلقه نالت الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم والدعم ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم جرب حكم، وإلا عندكم شي تساؤلات مرحبا بكم دائما. وكنشكر كنشكر كنعاود نكرر نشكر الناس اللي كيدعموني وكيشجعوني. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله عز وجل.